يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن كلام الله غير مخلوق بحديث أعوذ بكلمات الله التامات، فماذا يترتب على القول بخلق القرآن؟ كيف؟ شي جبال هذا؟ أعوذ بكلمات الله التامات صفة من صفات الله، فأنت تستعيذ بصفة من صفات الله عز وجل، فهذا يدل على أن القرآن غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، فلو كان القرآن مخلوقا لما جازت الاستعاذة به. نعم.